بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائنا طلاب الصف الثاني سنة، وإن شاء الله النهاردة يونت 9 أو الوحدة 9 من كتاب المعاصر، ولكن دايما مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا عندنا يونت 9 conservation. conservation يعني المحافظة. تعالوا مع بعض نتناول جزء الفوكاب سريعا. بالنسبة لفوكاب يونت 1 unit 9 lesson 1 and 2 biodiversity يعني التنوع البيولوجي. biodiversity challenging يعني تنطوي على تحدي أو موقف صعب. conservation حماية البيئة أو الحفظ. exactly يعني بالضبط. expedition يعني بعثة استكشافية. expedition inhabitant يعني قانت أو ساكن. native inhabitants يعني السكان المحليين. native يعني محلي. preserve يعني يحمي أو يصون. rewarding يعني مجزي أو مكافئ. scholarship يعني منحة دراسية. scholarship slightly يعني بدرجة طفيفة. species يعني نوع أو أنواع، طبعا مفرد أو جمع. survival يعني البقاء أو النجاة. advert يعني إعلان زي advertisement. pay يعني خليج. pay. caring يعني واعي أو متفهم. caring. colony يعني مستعمرة. colorful يعني زاهي الألوان. كومبلين يعني يشكو. كورال يعني مرجاني أو المرجان. كونسل يعني مجلس أو قنصلية. كرياتشر يعني مخلوق أو كائن. كروب يعني محصول. ديجيتال يعني رقمي. دايفر يعني غواص. إيكونومي يعني الاقتصاد. إندينجرد يعني معرض للخطر أو مهدد بالخطر. endangered. ensure يعني يضمن أو يتأكد. ensure. exotic يعني أجنبي أو غريب. face يعني يواجه. face. female يعني أنثى أو مؤنث. flight fight يعني يحارب أو يقاتل. fight fought. forest يعني غابة. forest اللي هي غابة. livestock يعني الماشية. livestock طبعا مفرد أو طبعا دي جمع اللي هو livestocks. male يعني ذكر أو مذكر. male. monitor يعني يرصد أو يراقب. original يعني أصلي أو أساسي. partly يعني جزئيا. progress يعني يتقدم كverb أو التقدم. rainforest يعني غابة مطيرة. realize يعني يدرك. recognize يعني يتعرف على. recycling إعادة تدوير أو إعادة تصنيع. reef يعني شعب مرجانية. rights يعني جولات. rights. sports field يعني ملعب رياضي. sports field. starfish يعني نجم البحر. starfish. state يعني حالة أو طبعا ولاية أو دولة. support يعني يدعم أو الاسم منها دعم. task مهمة. threat تهديد. task اللي هو نيبل فيل. typical يعني أصلي. typical. generation يعني جيل. generation. industry صناعة. industry. involved يعني مشارك أو مشغول. keep kept يعني يحافظ على أو يوفر. limit يعني حد. يونيك يعني فريد أو متميز. يونيك. variety التنوع أو التعددية. waste يعني نفايات أو يبدد أو يهدر. well known يعني مشهور أو معروف. wildlife يعني الحياة البرية. wildlife طبعا الـ definitions ياريت تقرأ. وتعالوا مع بعض نتناول الجزء الخاص بالأسئلة. If we want to keep natural balance,
لو عايزين نحافظ على التوازن البيئي in forests في الغابات we need to protect، يجب ان احنا نحمي space there conservation اللي هو المحافظة، ولا biodiversity طبعا biodiversity اللي هو التنوع البيولوجي biodiversity. I think it's a space to cross that wide canal swimming، اعتقد ان ده ايه لو عبرت هذا القناة الواسع swimming challenging ينطوي على تحدي، ولا challenges تحديات، ولا a challenge يعني تحدي ان انت تعبر هذا القناة سباحة. energy space reduces your fuel bills، طبعا energy ايه بتقلل فواتير الطاقة and helps the environment وتساعد البيئة، طبعا conversation محادثة، ولا conservation طبعا conservation المحافظة على الطاقة. A's answers are space the same as Mona's، طبعا are exactly the same يعني تماما بالضبط زي منى. The main made space to span Greece and Asia to find fossils، طبعا الرجال قاموا ب expeditions يعني رحلات استكشافية لأسبانيا واليونان وآسيا to find طبعا هنا fossils يعني حفريات. Hong Kong's native species originally came from China، طبعا السكان الأصليين لهونغ كونغ من الصين طبعا inhabitants، لكن pioneers يعني رواد. When a job makes you happy، لما يكون في وظيفة بتجعلك سعيد and satisfied ومرضي we say it's a rewarding يعني مجزية. I have good news، أنا لدي أخبار سعيدة. My sister has won a space to California University، لجامعة كاليفورنيا طبعا scholarship يعني منحة دراسية. English is a space easier than German، طبعا هنا is slightly الألمانية أو الإنجليزية إلى حد ما أسهل من الألمانية. This space of bird now exists only in Africa، طبعا this species اللي هي لتر بي هذه الفصيلة فقط بتعيش في أفريقيا. living things الكائنات الحية need food بتحتاج إلى الطعام ووتر الماء and sometimes oxygen for طبعا الأكسجين for survivor يعني الحياة أو للبقاء حيا. forests must be space as they are the main source of the oxygen we breathe، طبعا forests الغابات must be preserved as they are the main، طبعا هنا يعني نحافظ عليها لأنها المصدر طبعا هنا الرئيسي للطاقة، فطبعا مصدر رئيسي للطاقة يبقى هنا preserved يعني يحافظ عليها. As an astronaut كرائد فضاء my first mission in space was really a space one it was difficult but interesting، طبعا بتنطوي على تحدي ولكنها كانت شيقة طبعا هنا challenging. I am Egyptian أنا مصري. I am a space Arabic speaker طبعا I am a native Arabic speaker يعني متحدث باللغة اللي هي الأم أو اللغة الأصلية. I don't like this remake I prefer the space film، طبعا أنا مش بحب هذا الفيلم المصنع. I prefer أنا بفضل الفيلم اللي هو الأصلي origin ولا fake original film طبعا كadjective original يعني الفيلم الأصلي. My parents always space that I waste much time chatting with my friends، دايما الوالدين بيشتكوا ان انا بهدر اوقاتي مع الدردشة مع اصدقاء اونلاين طبعا complain يعني يشكو من. There is always a space gap between parents and their children، دايما بيكون في فجوة ما بين A generation gap يعني فجوة أجيال ما بين الآباء وأبنائهم. After 20 years بعد مرور 20 عام It wasn't easy to space our friend، طبعا هنا ليس من السهل التعرف على صديق our old friend صديقنا القديم when we last met آخر مرة تقابلنا فيها. محمد صلاح is a space for his voluntary work، طبعا هو يعني معروف ب
عمل الخير. The bright sunshine يعني ضوء الشمس الساطع is a space of Aswan's weather in winter. طبعا هنا is exotic يعني غريب بالنسبة لطقس أسوان. طبعا the bright طقس الساطع لمدينة أسوان، هل هو exotic غريب ولا typical يعني عادي أو مثالي؟ طبعا ده المثالي، لأن طبعا أسوان بتتصف بدرجة حرارتها المرتفعة. The local space has decided to renew the asphalt of the streets. طبعا the local council المجلس المحلي قرر أن يعيد تجديد أسفلت الشوارع. I space what happens in the shop through camera. طبعا هنا أنا براقب اللي بيحدث في المحل من خلال الكاميرا monitor. Tourists come from all over the world to see our. طبعا السياح جم من حول العالم عشان يتفرجوا على monuments suitable valueless ولا unique. طبعا هنا unique يعني أثرنا الفريدة. A space is a part of the sea جزء من البحر. That's partially enclosed by a curve بانسناء أو انحناء in the land. طبعا pay اللي هو الخليج. I like those space birds بحب هذه الطيور you see near the river in summer. طبعا هنا I like those exotic birds يعني هذه الطيور الغريبة اللي بتكون موجودة في فصل الصيف. It's if a type of animals is a space this means it may die ربما يموت. طبعا endangered يعني مهدد بالانقراض endangered. The rabbit is a nice الرابط الأرنب is a nice طبعا هنا creature مخلوق لطيف. Parents work hard to space that their children get enough care. طبعا هنا parents work hard to ensure يأمنوا حياة ابنهم الآمنة. تونسيا was a French طبعا state يعني دولة. تونسيا was a French طبعا هنا كانت مستعمرة فرنسية في الماضي. التونس كانت مستعمرة فرنسية. Wars الحروب affect the world's space badly. Business make great losses الأعمال التجارية بتخسر أو بتفقد خسارات. طبعا هنا إيكونومي الاقتصاد العالمي. Space plastic and glass is possible طبعا هنا recycling إعادة تصنيع البلاستيك والزجاج ممكنة. The development of education will help the young generations. طبعا التقدم في التعليم هيساعد الأجيال الشابة. Pollution التلوث is a real space to mankind. طبعا threat التلوث تحدي للبشرية. He is a member of the team space in supporting the charity. طبعا involved يعني متضمن في دعم الجمعية الخيرية. My students الطلبة have made reasonable space recently طبعا هنا progress يعني تقدم ملحوظ. Keeping space is an important source of income to farmers طبعا هنا keeping livestock يعني تربية المواشي. This restaurant has المطعم offers a space of sea dishes طبعا variety يعني تنوع كده من الأطباق البحرية. Space inhabitants are the people who first lived in a country طبعا هنا native يعني السكان الأصليين أو المحليين. Space is the variety of plants يعني تنوع النباتات and animals الحيوانات in a particular place في مكان معين. طبعا هنا biodiversity اللي هو التنوع البيولوجي. To space is to save something or someone from being harmed or destroyed. طبعا هنا to be reserve يعني يحمي أو يحفظ. A space is an amount of money يعني مبلغ من المال that's given by someone by an educational organization to help pay for their education لدفع نفقات تعليمه. طبعا scholarship اللي هو منحة دراسية. A space is a group of animals مجموعة من الحيوانات or plants who
whose members اللي أفرادها are similar متشابهين and can breed together ويتكاثروا معا to produce young animals لإنتاج حيوانات صغيرة or plants أو نباتات طبعا species يعني فصائل. بالنسبة لجزء الـ vocabulary study ناخد بالنا face a problem يواجه مشكلة fight pollution يكافح التلوث keep clean يبقى نظيفا keep facilities يوفر تسهيلات have a bath يستحم make a decision يخذ قرار make space for يفسح المجال stay calm يعني يظل صامت أو يبقى هادئا. بالنسبة للسنونيم native يعني original محلي أو أصلي native اللي هو مواطن citizen conserve يعني أو بريزيرف بتساوي كونسيرف يعني أو بروتكت ريوردينج ساتيسفاينج أو بليزينج أو وورثوايل. بالنسبة عندنا ليه جزء الأنتونيمز تشالنجينج ينطوي على تحدي إيزي سهل أن إنسبايرينج يعني سهل أو ملهم ميل ذكر فيميل أنثى نيتيف يعني محلي إيميجرانت مهاجر نيتيف مواطن فورينر أو أوتسايدر وافد ريوردينج أو أن ريوردينج يعني غير مجزي. بالنسبة للسبريشن تشالنج يتحدى أو تشالنج تحدي كنون تشالنجينج تنطوي على تحدي أدجكتيف كونسيرف يصون كونسيرفيشن حماية كونسيرفيشنست اللي هو البيرسون نفسه محافظ على البيئة كونسيرفيتيف محافظ انهابت يسكن انهابيتنت ساكن inhabited يعني مسكون كأدجكتيف بريزيرف يصون بريزيرفيتيف مادة حافظة بريزيرفيشن حماية أو صيانة كنون بريزيرفت محفوظ. ناخد بالنا من expressions colored كورال مرجان ملون كورال ريفز شعب مرجانية go on a trip يذهب في رحلة in digital form صيغة رقمية interested in مهتم involved in منشغل مطارد land animals حيوانات برية original state الحالة الأصلية ready for يعني يستعد red sea coast بحر ساحل البحر الأحمر tourist industry النشاط السياحي tourist industry unique biodiversity تنوع بيولوجي well known for معروف أو مشهور what's more بالإضافة لذلك work on a farm ناخد بالنا farm تاخد on. بالنسبة للpropositions apply for يتقدم لي care for يعتني أو يرى fight for يكافح look after يعتني بي love ممكن الverb plus ing أو to plus infinitive زي like أو prefer play with يلعب مع stop from يوقف أو يمنع. بالنسبة لي well known as معروف أو مشهور well known for طبعا اسم يدل على سبب الشهرة لكن ها ده الوظيفة بعد as أو الميزة. عندنا well known to طبعا هنا مشهور لدي طبعا للأشخاص اللي هو مشهور لديهم dangerous خطير danger الخطر endanger معرض أو معدد الخطر endangered adjective معرض endangerment للتعرض للخطر schooling للتعليم المدرسي scholarship يعني منحة دراسية diversity بسوي variety يعني تعددية أو تنوع biodiversity للتنوع البيولوجي أو النباتي والحيواني bio نفسها معناها علم الأحياء relating to or using living things طبعا بيولوجي اللي هو علم الأحياء أو بايوكيمستري اللي هو الكيمياء الضوئية. بالنسبة للchoice salt is used as a space for some food طبعا هنا as a preservative يعني مادة حافظة طبعا preservative مادة حافظة we must care طبعا care بي ما حرف for care for يعتني أو يرعى you need to make space طبعا you need to make a decision يعني يتخذ قرار it's our duty to preserve our environment واجبنا نحمي بيئتنا in this sentence preserve can be replaced by conserve أو protect يحمي بأ و ب something that's rewarding شيء مجزي is طبعا هنا satisfying يعني مرضي
He isn't a native of Egypt. He is a foreigner. هو ليس من مواطن مصر. هو أجنبي. I love his face, my daughter Rudy, not Raina. I love calling, ولا to call, طبعا A و C. The best solution is to solve this problem, to face. أفضل حل إن أنت تواجه تلك المشكلة. Face يعني يواجه. علي, all world countries have to unite to space pollution. طبعا أنا to fight يعني يكافح التلوث. The pharaohs, الفراعنة, space Egypt. طبعا هنا inhabited يعني قطنوا أو عاشوا في مصر. And had a great civilization. He loves nature and he is a native. طبعا هنا conservationist, شخص محافظ. Conservationist اللي هو البرسون نفسه. أحمد زكي is a well known his great films. طبعا هنا is a well known for his great films يعني مشهور بأفلامه. طبعا هنا مشهور ب for. أحمد زكي is well known a greater actor. طبعا as كممثل. أحمد زكي is well known most Egyptian people. طبعا to يعني مشهور للمصريين. ومن هنا وصلنا لنهاية الجزء الخاص بالفوكاب. وانتظرونا مع جزء الجرامر. والسلام عليكم ورحمة الله.